السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم إخوان الزراعيين، معاكم أخوكم أحمد بناع. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في فيديو جديد عن عنصر من العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات، وهو عنصر الحديد. يعتبر عنصر الحديد أهم العناصر الغذائية الصغرى اللازمة لنمو النبات. نركز مع بعض في الفيديو ونشوف إيه هي قصة أخينا عنصر الحديد مع النبات. أول حاجة، ما هي أهمية عنصر الحديد للنبات؟ أول نقطة، يعتبر الحديد عنصر أساسي لتكوين جزيء الكلوروفيل في النبات، ومعروف طبعا جزيء الكلوروفيل هو المسؤول عن اللون الأخضر في النبات. يعني عنصر الحديد عنصر أساسي لتكوين جزيء الكلوروفيل في النبات، وجزيء الكلوروفيل طبعا معروف ان هو ايه، مسؤول عن اللون الاخضر في النبات. عنصر الحديد ما بيدخلش في تركيب جزيء الكلوروفيل بشكل مباشر، ولكن بيدخل في تركيب الانزيمات المسؤوله عن تكوين جزيء الكلوروفيل. يعني عنصر الحديد ما بيدخلش في تركيب جزيء الكلوروفيل، ولكن بيدخل في تركيب الانزيمات المسؤوله عن تكوين جزيء الكلوروفيل. تاني نقطة، عنصر الحديد بيدخل في تكوين الإنزيمات المسؤولة عن عملية التنفس، زي إنزيم الكاتاليز وإنزيم البروكسيديز والسيتوكروم. تاني حاجة، الصورة التي يمتص عليها عنصر الحديد من التربة. يمتص عنصر الحديد من التربة على صورة حديديك، وبعد ذلك يتحول إلى حديدوز. يعني الحديد يمتص من التربة على هيئة حديديك، وبعد ذلك يتحول إلى حديدوز داخل النبات. دي تاني حاجة. تالت حاجة، تيسير عنصر الحديد في التربة. يتيسر عنصر الحديد في التربة عند pH 6. يتيسر عنصر الحديد في التربة عند pH 6، وبالتالي معظم أراضي الوطن العربي يكون فيها عنصر الحديد غير ميسر. يعني طبعا معظم اراضي الوطن العربي كلها بتكون بي اتش بتاعتها فوق 7، وبالتالي عنصر الحديد بيكون غير ميسر في التربه. ثالث رابع حاجه، اعراض نقص عنصر الحديد على النبات. اعراض نقص عنصر الحديد على النبات، معروف طبعا عنصر الحديد من العناصر الصغرى الغير متحركة أو بطيئة الحركة، وبالتالي أعراض نقص العنصر بتظهر على الأوراق الحديثة للنبات، وأعراض النقص بتكون إيه؟ اصفرار بين العروق، اصفرار بين العروق في الأوراق الحديثة. زي مثلا هنا على سبيل المثال، ده نبات، هنلاقي هنا أعراض نقص الحديد هتظهر على الأوراق الحديثة. النبات هنلاقي عبارة عن ايه؟ اصفرار بين العروق. لو نلاحظ هنا اصفرار بين العروق دي في الأوراق الحديثة، وفي نفس النبات هنلاحظ برضو هنا ايه؟ الأوراق السفلى ما بيظهرش عليها ايه؟ أعراض نقص الحديد. يعني الأوراق السفلى ما بيظهرش عليها أعراض نقص الحديد، ولكن بيظهر على الأوراق الحديثة أعراض النقص. يعني على نفس النبات أعراض النقص تظهر على الأوراق الحديثة ولا تظهر على إيه؟ الأوراق السفلى. ليه؟ لأن طبعا هو عنصر غير متحرك، النبات لما بيحتاجه في الأوراق الحديثة النبات لما بيحتاج الحديد في الأوراق الحديثة ما بيقدرش يسحبه من الأوراق القديمة، وبالتالي إيه؟ تظهر أعراض النقص على إيه؟ على الأوراق الحديثة، على عكس العنصر على عكس العنصر المتحرك لما النبات بيحتاجه بيسحبه من الأوراق القديمة، وبالتالي إيه؟ تظهر الأعراض النقص على الأوراق القديمة. أما في العناصر الصغرى خاصة عنصر الحديد، لما النبات بيحتاجه في الأوراق الحديثة ما بيقدرش يسحبوا من الأوراق القديمة، فبالتالي تظهر الأعراض على إيه؟ الأوراق الحديثة.
الاعراض طبعا الاخصه بتكون ايه؟ عباره عن اصفرار بين العروق، وفي حاله النقص الشديد بتكون الورقه كلها صفراء. دي بالنسبه لايه؟ لاعراض نقص الحديد على النبات. خامس حاجه انواع اسمده الحديد. انواع اسمده الحديد، اول نوع سلفات الحديدوز، وطبعا سلفات الحديدوز لا يفضل استخدامه عن طريق الري، عن طريق التسميد الارضي، لانه طبعا عند اضافته في التسميد الارضي بيثبت في الارض، وبالتالي لا يستطيع النبات الاستفاده منه. يعني سلفات الحديدوز لا يفضل استخدامه عن طريق التسميد الارضي، لان طبعا ايه، لو تم اضافته عن تسميد عن طريق الارض هيثبت في الارض، وبالتالي النبات لا يستطيع الاستفاده منه. ثاني حاجه، حديد مخلبي في صوره ايديتا. حديد مخلبي في صورة إيديتا، هذه الصورة بتكون يمكن استخدامها عن طريق التسميد الأرضي، ويمكن استخدامها عن طريق الرش الورقي. يمكن استخدامها عن طريق التسميد الأرضي، ويمكن استخدامها عن طريق الرش الورقي. ثالث حاجة، حديد مخلبي في صورة إيديها، هذه الصورة تعتبر أفضل صورة من صور الحديد. هذه الصورة تستخدم عن طريق التسميد الأرضي، ولا تستخدم عن طريق الرش الورقي. ليه؟ لأن طبعا عند وزن الجزيء بتاعها كبير، عند استخدامها عن طريق الرش الورقي يصعب على النبات امتصاصها بواسطة أوراق النبات. يعني الصورة إيديتا يمكن استخدامها عن طريق الرش، ويمكن استخدامها عن طريق التسميد الأرضي. أما الصورة إيديها طبعا دي يمكن تستخدم عن طريق التسميد الأرضي، ولا تستخدم عن طريق الرش الورقي. إن في بعض الناس، بعض المزارعين يروح لأصحاب المحلات يقول أنا عايز أحسن حديد عندك، فطبعا يروح بتاع المحل يدوله إيه، حديد اللي هو في صورة إيدها اللي هو 6% على أساس يعني هو بالنسبة له هو أحسن حديد. طبعا المزارع هيروح يرشه للنبات، هذه الصورة طبعا غير صالحة للرش، فأنت طبعا كلفت نفسك على الفاضي، سعر غالي طبعا، حديد إيدها بتكون سعره مرتفع عن حديد إيدها، وبالتالي لا يستطيع النبات الاستفادة منه. فطبعا لو أنت هترش حديد، اما ان تستخدم سلفات الحديدوز، او هتستخدم الحديد في صوره ايديتا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان يكون عجبكم. دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.